السلام عليكم. حد الدكاترة دخل قاعة التدريس أو قاعة المحاضرات، أول ما دخل شاف الصف الثاني، قال شو اسمك؟ قالت فلانة. قال اطلعي برا ولا أشوفك في محاضراتي أبدا. قالت ليه؟ ما سويت شيء، ما ارتكبت حاجة. قال ما عيد كلامي مرتين. قالت ما سويت شيء. قالت تفضلي اطلعي برا. الطلاب مندهشين يناظرون للطالبة ويناظرون للدكتور، ما يدرون شو السالفة. بعد ما طلعت سألهم الدكتور، لماذا توجد القوانين؟ أو لماذا وضعت القوانين؟ ما الغرض من القوانين؟ فبعضهم صار يجاوب لتحقيق الضمان الاجتماعي، لحماية الحقوق الشخصية للأفراد، وكلها إجابات ما اقتنع منها الدكتور. حديهم قال العدالة. ممتاز، وضعت القوانين للعدالة أو المساواة بين الناس. سؤال آخر، هل كنت غير عادل مع زميلتكم فلانة اللي طردتها بدون سبب؟ ما حد جاوب. جاوبوا ها؟ ما حد جاوب. حديهم كان جريء نوعا ما، قال نعم انت غير عادل. قال ليه ما اعترضت علي؟ ليه ما حد حاول ايقافي لمعرفة الاسباب؟ ليه ما ترغبون في منع الظلم؟ الكل ساكت. قال انا اجاوب عنكم، اغلبكم راح يقول ان اللي حصل ما يأثر عليكم شخصيا ولا يعنيكم شيء. على قولتنا، انا ليه اكسب عداوة الدكتور او اكسب عداوة فلان وبغض فلان بشيء ما يعنيني؟ أنا أبغنى عنه. ليه فلان يتكلم على فلان في المجلس والجميع ساكتين، ما حد يعترض، ما في أحد مبروك يقول يا فلان وش الأسباب وش الشواهد؟ طيب نبي ندق على فلان نعرف الموضوع، على أي أساس تتكلم هكذا؟ ليه ما حد يوقفه؟ الكل ساكت، ولربما أحدهم مستانس. ونبرر لأنفسنا أنه ما يتعرض له فلان من كلام هجومي أو أي يكن أنه ما يعنينا ما يخصنا، لكن حنا غلطانين. في نهاية المطاف ممكن أن تكون الضحية بدال فلان في المجلس، ولا أحد يقف معك، ولا أحد يدافع عنك، ولا أحد يحاول معرفة الأسباب أنهم يتهجمون عليك. بسكوتنا عن الباطل يظنون أهل الباطل أنهم على حق، وبهذا ترتفع الغيبة عندنا ويكثر الظلم بيننا وتتعقد المشاكل. لكن لو فيه رجل مبروك أول ما تكلم فلان عن فلان، قال يا فلان على هونك، أنت تتكلم عن شيء غايب، وش الموضوع وش السالفة؟ بينكم مشكلة نبي نحلها، يلا هالحين بينكم مشكلة نبي نحلها هالحين، نجلس ونعرف. فما راح ثاني مرة يتجرأ أنه يتكلم.